السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة في برنامج فيلمفير، ده برنامج منافس للفوتوشوب، برنامج قوي جدا. الأداة دي اللي هي ترانسفورم لاير اور سيليكشن، تقدر تعمل ترانسفورم للاير محددة أو تحدد بعض العناصر وتعمل عليها العمليات ترانسفورم. يعني على سبيل المثال لما اختار الأداة ديت أو أعمل سيلكت على اللاير، تمام، أقدر دي نص المركز تحتي، اقدر اخليها مثلا هنا او في اي مكان. تقدر تيجي هنا تعمل سكيل، تقدر تيجي هنا لما تحول للروتيت تقدر تعمل روتيت، تقدر تيجي من اي حته فيهم وتعمل لها زي ستريتش بشكل دوت زي ما تحب. ممكن تيجي هنا من الادوات دي تخلي نقطة المركز مثلا من اي جنب من الجوانب، تمام، تخليها مثلا من هنا او تخليها من هنا. فلما تيجي تعمل روتيت تتعامل على نقطة المركز من الناحية دي. تقدر تقول له أنا عايز أعمل هنا زي ستريتش للصورة أهو بالشكل دوت، تختار نقطة معينة ويتعدل فيها زي ما أنت عايز، أو تختار أسلوب الراب دوت أهو، أو تختار كيج، أو تقول لأ ده أنا عايز هنا أعمل اختار انا نقطة مثلا محددة وتبدأ تعدل فيها بالشكل دوت. ما اخترت الحتة دي تبدأ تغير الشكل حواليها كأنك مثلا بتضيع معالم جسم معين. فأداة قوية والاختراق بتاعتها قوية برضه. تقدر تعدل السايز بتاع الكرشة بتاعتك.